على كفوف المرج الأخضر. عدنا من جديد أعزائنا المشاهدين دائما بإشراقة الورود، إشراقة صباحات عمانية أردنية خالصة، نسعى لأن نقدم من خلالها كما تحدثنا قبل قليل بافتتاح حلقتنا لليوم حتى 10 صباحا أن نقدم مادة وازنة تتحدث بتنوع حتى 10 صباحا. مشوار الصباح من عمان الحبيبة إلى مأدبة وصاحب المبسم والمحيي الجميل أحمد أبو حماد وتفاصيل عديدة من خلال مشوار الصباح حتى 10. أحمد صباحك سعيد دائما. صباح الخير مجحم، صباح الخير لكل متابعينا ومتابعين شاشة التلفزيون الأردني. بنصب عليكم مشاهدينا اليوم من محافظة مادبة التي تقع على بعد حوالي 33 كيلومتر جنوب محافظة العاصمة عمان، وهي سابع أكبر مدينة أردنية وتعتبر من أهم المدن الحرفية في العالم. يبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة، يعمل معظمهم في الزراعة والتجارة وتربية الماشية والوظائف الحكومية. تضم محافظة مادبة العديد من المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية. طبعا مشاهدينا اليوم راح نكون معكم في إطلالة خاصة راح تسلط من خلالها الضوء على أهم وأحكام وشروط وأداب الأضحية في الشريعة الإسلامية، وأيضا راح نتعرف على كيفية اختيار الأضحية المناسبة. بتمنى الكل يتابعنا ويتابع قافلة برنامج يوم جديد من محافظة مادبة. صباحكم سعيد.